بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا تكلمنا على فصل في الضمان، وقلنا الضمان هو مصدر ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته، وشرعا التزام ما في ذمة الغير من المال، يبقى ده ضمان الأموال يسموه كفالة الدين. وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف، ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها. ولصاحب الحق، احنا واقفين على دي، ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، وهو من عليه الدين. يعني صاحب الحق له أن يطلب من الأصيل أو يطلب من الضامن، لأن عندنا المضمون عنه ده اسمه الأصيل اللي هو المدين الأصلي، والضامن ده تكفل بأنه يدفع عنه إن عجز. فصاحب الحق والمضمون له، صاحب الحق يسموه المضمون له، له أن يطالب الأصيل أو الضامن أو كليهم، وهو من عليه الدين. وقوله إذا كان الضمان على ما بينا بالشروط طبعا اللي بيناها، يكون الضمان معلوم ويكون مستقر في الذمة والحاجات دي كلها، ساقط في أكثر نسخ المتن. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، الضامن دفع، يقوم الضامن يروح للأصيل ياخد منه اللي دفعه، يبقى الضامن غرم يعني دفع، يبقى بعد كده صار الضامن دائن. دائن لمين؟ للأصيل. كأن انتقل الدين، انتقل الدين من المضمون له إلى الضامن، فصار الضامن هو الذي يطالب إيه؟ الأصيل. واضح؟ وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، طبعا لو كان بإذنه، لكن افرض ان هو ضامن بغير إذن المضمون عنه، يبقى تبرع ما يروحلوش، يروح له ليه؟ مش كده برضو؟ يبقى لو كان ضامن بالإذن، معلش يرجع يقول له انا دفعت بالنيابة عنك، اديني الفلوس اللي دفعت. واضح؟ لكن لو ضامن بغير إذن يبقى تبرع، كأنه وهب له هذا، والإنسان لا يعود في هبته، فما يرجعش خلاص، يبقى ايه؟ كأنه تصدق عليه بما أداه عنه. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه بالشرط المذكور في قول إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه، يبقى الشرط فيها الإذن. بإذن يعني مين؟ الهاء هنا تدل على مين؟ على الأصيل المضمون عنه، أي المضمون عنه. ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها، بقول هنا ولا يصح ضمان المجهول. ما احنا قايلين قبل كده ان علشان يضمن لازم يضمن شيء معلوم القدر والقيمة والاجل وكل الحاجات، يبقى عارف كل تفاصيل والصفة. ولا يصح ضمان المجهول كقولي بع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن، هو مش عارف الثمن، يقول له بع لفلان مثلا السيارة وعلي الثمن، طب ثمنها كام؟ انت ما تعرفش، ما ينفعش الضمان ده، لازم تبقى عارف ثمنها. بس ده سيدنا ما تعرضش مع قول النبي عليه الصلاه والسلام، لما يأتي السائل يقول له ادع عليا، هو هنا النبي بيتصدق، هتحط دي في الضمان؟ مش هو الراجل ده، دي صدقه، متطوع، النبي متطوع، هنا النبي متطوع خالص. تمام، ادع عليا يعني اشتري وانا ادفع. ابت علي وقل على محمد، يعني انا هسدد عنك، ده مش من باب الضمان، ده من باب التبرع بقى، وما حددلوش، ده من باب الكرم، فما يخشش في باب الضمان بتاعنا. ضمان في الفقه لازم تبقى الامور معروفه.
إنما في الكرم خلاص نضيف أبواب الكرم والسخاء والعطاء وحسن الأخلاق، دي حاجة تانية. يبقى في الضمان دي أبواب فقهية عقود، النبي ما عملش معاه عقد، لو قال له روح اشتري من السوق ما شئت وقل على محمد خلاص، يبقى ده من باب الكرم بقى والسخاء. ولا يصح ضمان المجهول كقول بيع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن، ولا ضمان ما لم يجب. حاجة لسه ما وجبتش على الأصيل يبقى أضمنها إزاي ولسه لم تجب في حقه؟ ولا ضمان ما لم يجب كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل، ينفعش، لما تبقى تجب عليه يبقى أضمنها. إلا درك المبيع، درك المبيع اللي هو يعني بيسموه ضمان العهدة، يعني يتعهد بالثمن او استثناه. دي الصورة دي بقى كان النبي اللي قال له روح ابتاع ما شئت وقل على محمد، يسموه درك المبيع مستثنى، يعني اذا وجب الثمن واشتريت يبقى الثمن عليه، واخد بالك؟ ده يسموه درك المبيع. الا درك المبيع اي ضمان درك المبيع بان يضمن للمشتري الثمن ان خرج المبيع مستحقا، او يضمن للبائع المبيع ان خرج الثمن مستحقا. واضح؟ يبقى ده مستثنى في الصور. طب يبقى ضامن للبائع والمشتري، يا اما يضمن للبائع اذا كان الثمن جائز، او يضمن للمشتري اذا كان المبيع مستحق، وهكذا على حسب. نقرا شرح الشيخ. قول ولصاحب الحق اي ولو وارثا، صاحب الحق اللي هو المضمون له، المضمون له اللي هو يسموه الدائم، ولو وارثا، ولذلك عبر بقول ولصاحب الحق، ما قالش المضمون له. ليه؟ لانه ممكن يموت ويسيب ورثته، ورثته هم اللي طلبوا، واضح؟ فقال ايه؟ ولصاحب الحق، عشان يضمن، يبقى المضمون له او ورثته. ولذلك عبر بقول ولصاحب الحق ولم يقل وللمضمون له. وقول اي الدين تفسير للحق، ولصاحب الحق اي صاحب الدين، يعني كانه بيقول لك صاحب الحق هو صاحب الدين، الحق هنا شيلها حط الدين يعني. وقول مطالبة من شاء فلا تسقط مطالبة المضمون عنه، فما يقع من الضمان بشرط عدم مطالبته او براءته باطل لمخالفة الشرط مقتضى الضمان. يعني لو ضامن قال له بشرط اضمنه بشرط ما تطلبوش بشيء، تطالبنا انا، ده ضمان باطل، يقول اضمنه ويسكت، ولصاحب الحق بقى يطلب من شاء. واضح؟ قول من الضامن والمضمون عنه بيان لمن شاء، وله مطالبتهما جميعا، كمان ممكن يطلب من ده ومن ده، واذا سدد احدهما يبقى خلاص يسكت، او يسدد احدهما البعض والاخر يسدد بقية البعض. واضح؟ بيان لمن شاء، ولو مطالبتهما جميعا او ايهما شاء بجميع الدين، او مطالبة احدهما ببعضه والاخر بباقيه، حتى لو تعدد الضامن فله مطالبة كل. ممكن الضامن ليه ضامن يضمن، والضامن ده ليه ضامن يضمن. مش انت ساعات تضمن زميلك في العمل عشان هيشتري حاجة وتمديله على الاستمارة اللي ناوي يشتري بيها حاجة؟ طيب ما انت برضو اللي ضامن ده بتضمنك جهة عملك، فبتتعدد هنا الضامن يتعدد، فممكن ساعتها يروح يطالب جهة العمل او يطالب الموظف او يطالب الاصيل، عنده كذا صورة. واضح؟ لو تعدد الضامن فلو مطالبة كل، وكذا ضامن الضامن، وهكذا، وضامن ضامن الضامن، وهكذا. ولا يخفى ان المضمون شيء واحد تعدد محله، المضمون شيء واحد، لو خدوا من اي جهة خلاص مش هياخدوا من كل الجهات، ده اي حاجة واحدة. واضح؟ هو يطالب جهات عديدة، لكن اي جهة قامت بيه خلاص ياخد من جهة واحدة، لانه ده حاجة واحدة.
ولا يخفى أن المضمون شيء واحد تعدد محله، يعني محل وفائه، يعني أخذه من هنا أو أخذه من هنا أو أخذه من هنا. فمتى برئ أحدهما برئ الآخر. الأصيل دفع، يبقى برئ الأصيل اللي هو المضمون عنه، يبقى كمان الضامن برئ، وضامن الضامن برئ، يبقى كله برئ. واضح؟ سواء كان بأداء أو بإبراء للأصيل، سواء كان براءة الذمة دي تمت بأنه أدى ما عليه أو أنه أبراه قال له مسامحك. واضح؟ بخلاف إبراء الضامن، هو ممكن يبري الضامن، لكن لو أبرى الضامن ما يبقاش أبرى الأصيل. يعني يقول له انا طب وانا اخد منك ليه، انت ذنبك ايه، انت ضمنته علشان شهامة، انا مش عايزك انت تغرم، انا هطالبه، يوم يبرئ الضامن من الضمان لا من الدين. واضح؟ ويصمم على انه يطلب من الاصيل. لكن لو برئ، لو برأ الاصيل يبقى برأ الضامن ضمنا. واضح؟ بخلاف ابراء الضامن ولو مات احدهما والدين مؤجل. لو مات الضامن والمضمون والأصيل اللي هو المضمون عنه، مات أحدهما والدين مؤجل، والدين كان عليه معاد هيجي بعد سنة، حل عليه، حل على عليه على اللي عايش يعني، لأن ذمته خربت بخلاف الحي فلا يحل عليه لأنه يرتفق بالأجل. كويس؟ والدين مؤجل حل عليه، حل عليه يعني حل بقى الدين مش مؤجل على الميت، بقى خلاص معجل بوفاته، لكن اللي عايش يستفيد بالأجل، لكن اللي مات خربت ذمته هيستفيد بالأجل ليه؟ يبقى خلاص وقع عليه. واضح؟ لأن ذمته خربت بموته، ملوش ذمه بعد موته، يعني لو معاد سدد الدين بعد سنة. انما اما يبقى الاجل محتاج ذمه تتشغل فتره الزمن ده لحد ما يجي المده، ما هو الميت ملوش ذمه، ماتت معه. كويس؟ فيبقى اذا مات حل عليه والحي منهما يستفيد بالاجل، يعني ما طالبش الضامن الا لما يجي وقت الاداء، لكن ممكن اطالب الورثه، ورثة الأصيل يدوني الوقت. واضح؟ يعني اللي مات ده الأصيل مثلا، وكان الدين يحل بعد سنة، ما روحش للضامن أقول له اديني أحسن ده مات، لأن الضامن لسه عايش، يوم اللي عايش يستفيد بالأجل، لكن أروح للورثة لأنه بالنسبة للأصيل لما مات صار الدين الآجل حال، ده معاده بقى. ليه؟ لخراب ذمته بموته. فهمت بقى المسألة؟ فلا يحل عليه لأنه يعني على الحي منهما، على الحي منهما لأنه يرتفق بالأجل، لأن الحي يرتفق بالأجل، بيستريح شوية ياخد نفسه يجمع أمواله براحته لحد ما يجي الأجل، معاد أداء الدين، يعني مش أجله اللي هو موته، أجل أداء الدين. نعم، لو مات الأصيل وهو مؤجل عليه فقط حل على الضامن أيضا، لأن الأجل ثبت في حقه تبعا كما مر. كويس؟ يبقى هنا الضامن يتبع الأصيل. الأصيل لو حل عليه خلاص، لو حل عليه خلاص، وهو مؤجل عليه فقط، يعني مؤجل على إيه؟ على الأصيل فقط مش على الضامن، يبقى في الحالة دي يحل على الضامن. لو كان مؤجل على الاثنين يبقى المسألة اللي فاتت، يبقى ما فيش تدخل في الصور. الصورة الأولانية إنه هو مؤجل على الاثنين ومات أحدهما، يوم الحي يستفيد بالأجل. طيب مات في الصورة الثانية، مات الأصيل اللي هو المضمون عنه، كويس، وكان مؤجل عليه، عليه بس مش على الضامن،
واضح؟ يبقى حل بموته. فطالما حل بموته وما كانش مؤجل على الضامن يبقى يحل على الضامن. ليه؟ لانه تابع للاصيل. واضح؟ يبقى الصورتين مش زي بعضهم، دي صوره ودي صوره. واضح؟ قول وهو من عليه الدين. الاصيل اللي هو مين؟ من عليه الدين اللي هو المضمون عنه. قوله وقوله مبتدأ، وقوله إذا كان الضامن الضمان على ما بينا، يعني وقوله مبتدأ خبره، قوله ساقط في أكثر النسخ المتن، وقوله على ما بينا أي من كون الدين لازما معلوما، لأنه قال الكلام ده قبل كده. قول وإذا غرم الضامن أي من ماله. لو الضامن غرم من ماله دفع خلاص الدين عن المضمون عنه يبقى غرم من ماله، بخلاف بيقول لك بخلاف، خد بالك، بخلاف ما لو أخذ من سهم الغارمين أو أخذ هو من سهم الغارمين بأن كان مع الأصيل معسرين. افرض الضامن معسر معهوش يسدد والأصيل معسر معهوش يسدد، يوم يروح لبيت مال المسلمين يثبت انه هو من الغارمين، يوم بيت مال المسلمين يسدد عنه، يبقى في الحالة دي طالما سدد عنه ما يرجعش للأصيل لأنه ما سددش من جيبه. واضح؟ وإذا غرم الضامن أي من ماله، هنا لو غرم الضامن من ماله يرجع للأصيل يقول له الدين أنا دفعت من جيبي، لكن لو غرم الضامن لكن من بيت مال المسلمين لانه هو والاصيل معسرين ما يرجعش لانه ما دفعش حاجه من جيبه، بخلاف ما لو اخذ من سهم الغارمين بان كان مع الاصيل معسرين، يعني الضامن مع الاصيل الاثنين معسرين، او كان وحده معسرا، او كان الضامن وحده معسر وطالب من الضامن وكان ضامنا بغير اذن. خد بالك هو ضامن بغير اذن، يبقى ساعتها بغير اذن مين المضمون عنه؟ يبقى متبرع. لو يبقى هنا برضو في الحالة دي مش هيرجع، وخصوصا كمان او كان وحده معسرا وكان ضامنا بغير اذن فادى مما اخذه لم يرجع بشيء كما ذكروه في قسم الصدقات. يعني وكان وحده هنا مين؟ الأصيل معسر. الأصيل معسر وأنا ضمنت الأصيل بغير إذن الأصيل، ورحت أنا دفعت من مالي مش من بيت الزكاة، ما روحش للأصيل أطلب. واضح؟ فهمت كلام الشيخ؟ يبقى احنا عندنا صورة في الأول إن الأصيل والضامن معسرين، فاللي أدى عنهم بيت مال لزكاة المسلمين لأنهم من الغارمين يبقى هنا ما يرجعش ولو كان ضامنا بإذنه. واضح؟ طب لو كان ضامنا بغير إذنه وأدى والأصيل كان معسر ما يرجعش على الأصيل لأنه ده بغير إذنه، لكن لو أدى عن الأصيل بإذنه والأصيل معسر وأنا أديت ليا طلب ولما طلبه يروح الأصيل لبيت مال المسلمين يجيب لي من سهم الغارمين. واضح؟ فهمت؟ قول رجع على المضمون عنه أي بما غرم. يبقى اللي فات دي كلها جملة اعتراضية في صورة متى لم يغرم، كأن اعترض الأول قبل ما يثبت متى يغرم ادالك صورة اعتراضية متى لم يغرم. واضح؟ رجع على المضمون عنه أي بما غرم، وحكمه حكم القرض، حكمه بقى في الغرامة دي حكم القرض، فيرجع في المتقوم بمثله صورة كما قاله القاضي حسين. يبقى المتقوم اللي ليه مثل يرجع بمثله، واللي مالوش مثل يرجع بقيمته. واضح؟
ولو صالح الضامن المضمون له عن الدين بما دونه. طب انا ضامن عن الاصيل باذنه في 100 جنيه، فجاء المضمون له قال لي طب ادفع لي من 160 وكفاية، مش عايز 100، اروح دافع له 60. اما اروح بقى انا للاصيل اخد منه 60، ما اقولوش 100 والا بتاجرت، فاهم؟ اخد منه اللي دفعته، دفعت اقل اخد الاقل، دفعت الدين كله اخد الدين كله. ليه؟ لان الضمان تطوع، والمفروض ان التطوع ما تاخدش عليه اجر والا يبقى تجارة. واضح؟ ولو صالح الضامن المضمون له عن الدين بما دونه بأقل منه، يعني كأن صالح عن 100 ببعضها أو بثوب قيمته دونها، أو اداله بدل 100 اداله ثوب قيمته 80 جنيه، يعني اداله حتة قماش قيمتها 80 جنيه، قال له خلاص كفاية وأنا مسامح في الباقي، يبقى أنا أروح أخد منه القدر بس اللي أنا دفعته مش قدر الدين الأصلي. لم يرجع إلا بما غرم. واضح؟ مش يرجع بأصل الدين بقى، يرجع بما غرم بس، لأنه بذله ولا رجوع فيما، لأنه بذله يعني دفعه، يرجع في اللي ياخد اللي دفعه بس، بذله يعني دفعه يعني أداه عنه. واضح؟ هيدي لك بقى صورة تانية كأن دي جملة جديدة بقى. ولا رجوع فيما لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم ثم تصالح على خمر لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده. يعني واحد مسيحي ذمي مسيحي غير مسلم، كويس، ضمن لمسلم دينه، فصار المسلم اصيل وصار الذمي ضامن له، وكان العلاقة بين الاصيل وبين ذمي اخر، كويس، فجاء الذمي الاخر هذا اللي هو الدائن اللي هو المضمون له، كلم الضامن اللي هو الذمي، ما كلمش الاصيل اللي هو انا المسلم، قال له والله انا الدين بتاعي مثلا 100 جنيه، اديني بدلها خمر ب100 جنيه، فاتفقوا على كده واداله خمر، ما ينفعش يجي ياخد مني لان الخمر ملهاش قيمه عندي كمسلم، ما يغرمنيش بقى، الخمر اصلا لا قيمه لها عندي، تصالحوا على ما لا قيمه له عندي وانا الاصيل، يبقى ما يغرمنيش ولا يسقط الدين. ها؟ ولا يسقط الدين باقي لحاله، والمسلم برضه لا يبرأ ذمته للذمي لانه كانه ما ادالوش حاجه، لان العبره بانك تديله مال هو له قيمه عندك انت. واضح؟ ولا رجوع فيما لو ضمن ذمي لذمي، يبقى الذمي هنا ضامن لذمي اللي هو المضمون له دينا على مسلم اللي هو المضمون عنه، عشان تفهم كلام الشيخ صح صح. ثم تصالح الذميين اللي هو المضمون له والضامن، تصالح على خمر لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده عند المسلم، ولا يبرأ المسلم لبطلان الصلح عنده، يعني كل واحد يؤاخذ باعتقاده، كل واحد يؤاخذ باعتقاده باعتقاد نفسه، انا اعتقادي كمسلم، يبقى القاضي بيحكم باعتقاد كل ملة. واضح؟ فما يبرأش ذمة المسلم عن دينه القاضي اذا كان دفع له خمر، لان الخمر لا قيمه لها عند المسلمين، فيقول لا ما تبرأتش ذمتك.
تديله حاجة غير الخمر، حاجة ليها قيمة عندك. ولو كان في المسألة بين ثلاثة ذميين تبرأ، لأن الخمر له قيمة عند الذمي. فهمت؟ ولا يبرأ المسلم لبطلان الصلح عنده فالدين باق بحاله، وإنما يرجع إذا أشهد بالأداء. إمتى بقى يرجع؟ إحنا قلنا إن الضامن بيرجع بما غرم للأصيل ياخده منه. إمتى يرجع؟ لما يشهد إنه أدى. واضح؟ إذا أشهد بالأداء ولو رجلا واحدا وهو يحلف، يبقى اليمين يقوم مقام شاهد، يمين الضامن انه ادى يقوم مقام شاهد، ويجيب راجل معاه يقول اه ده ادى. واضح؟ لان عندنا احنا ايه، اليمين تقوم مقام الشاهد. ولو رجلا، يبقى اذا اشهد بالاداء ولو رجلا ليحلف معه، يبقى الحالف يحل محل رجل اللي هو حلفانه، والرجل شاهد، يبقى كده جاب ايه، شاهدان. واضح؟ شاهد ويمين، خدنا الحديث شاهد ويمين، لأن ذلك حجة عندنا. عند مين؟ الشافعية. لكن غيرنا يقولك يجيب رجلان أو رجل وامرأتان. واضح؟ أو أدى بحضرة مدين أو في غيبته وصدقه الدائن لسقوط الطلب بإقراره. الصورة الثانية، أو أدى بحضرة مدين أو أدى قدام الأصيل. أنا ضامن أهو، سددت والأصيل شايفني بسدد، يبقى ليه طلب، ما هو شايف، مش محتاج أجيب له شهود بقى. أو الأصيل كان غايب وأنا أديت والمضمون له شهد، قال آه أنا خلاص خدت حقي، يبقى شوف كم طريقة يثبت انه ادى، اما في حضور الاصيل او بشاهد ويمين او باقرار الدائن. فهمت بقى الصور؟ ساعتها يغرمه، ياخد اللي دفعه. واضح؟ او ادى بحضرة مدين، او يبقى في الصورة الثالثة اهو، او في غيبته، يعني في غيبة الاصيل اللي هو المدين، وصدقه الدائن، قال اه ادى عني لانه كان مسافر، لسقوط الطلب باقراره. واضح؟ قوله، والاقرار سيد الادله، ده الاقرار اقوى من الشاهد، مش كده برضه؟ قوله بالشرط المذكور في قوله الى اخره، اي أيوة، وهو كون كل من الضامن والقضاء، كل من الضمان والقضاء باذنه على ما سياتي، يعني الضمان والقضاء يبقى بالإذن. قوله إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه، وكذا لو كان الضمان بإذنه فقط في الأصح. خد بالك، إذا كان ممكن يبقى الضمان بغير إذنه لكن القضاء بإذنه. فهم؟ ممكن يبقى الاثنين، القضاء والضمان الاثنين بإذنه، يعني استأذنه ليضمنه واستأذنه ليؤدي عنه، يبقى هنا القضاء والضمان بإذن. أو لم يستأذنه في الضمان ولكن استأذنه في الأداء، يبقى الأداء بإذنه لكن الضمان ما كانش بإذنه. فهمت؟ إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه، وكذا، وكذا ما يقولك وكذا تملي، يعني يعني فيها وجهين، فيها وجهين، والراجح اللي قاله في الغالب كده معظم فقهاء الشافعية، وكذا معناه فيها وجهين، وهو بيفتلك بالراجح، كأن في وجه يقول لك لا. واضح؟ وكذا لو كان الضمان بإذنه فقط في الأصح، يبقى دليل ان في وجه تاني قال لك طالما الضمان مش بإذنه يبقى لا يطالبه حتى ولو كان الأداء بإذنه، طالما الضمان أولا مش بإذنه لازم الاثنين، لكن الراجح ان الأداء لو بإذنه، واخد بالك، يبقى كأنه الضمان برضو بإذنه يطالب في الأصح. يبقى أول ما قال لك وكذا قال لك في الأصح، يبقى كذا دي إيه؟ أوجه، الراجح من الأوجه.
لأنه أذن في سبب الأداء وهو الضمان، ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن، ما يرجعش بقى إذا ضمن بغير إذن، واضح؟ حتى ولو غرم، ولو أدى بالإذن، لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولو لم يأذن فيه إذا ضمن بغير الإذن. ولو أدى بالإذن يعني لا يرجع إليه، ولو أدى بالإذن طالما لما ضمن ضمن بغير الإذن. أيوه. لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولو لم يأذن فيه، وجوب الأداء بسبب الضمان ولو لم يأذن في الأداء، يعني هو لو ضمن في الأول يبقى مش محتاج ياخد إذنه تاني في الأداء. نعم، إن أدى بشرط الرجوع رجع. طب افرض إن هو ما أذنش في الضمان وساعة الأداء أدى وشرط عليه بشرط هرجع عليك، يرجع. نعم، إن أدى بشرط الرجوع رجع، ومن أدى دين غيره بغير ضمان لكن بالإذن رجع، وإن لم يشرط الرجوع بخلاف ما لو أدى بلا إذن لأنه متبرع. كلام واضح بقى سهل. قول أي المضمون عنه تفسير للضمير. قول ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها، يشترط طبعا يبقى عارف قدرها، قدر الإيه؟ الحاجة اللي هيدفعها. أي وكذا بمفهوم قول المستقرة في الذمة لقول ولا ما لم يجب ففيه مع ما سبق لف ونشر مشوش، يعني مع عدم مراعاة الترتيب. يعني قولك قوله بع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن تمثيل لضمان المجهول من جهة الجهل بقدر الثمن، لأنه لا يعلم قدر ما يتفقان عليه، والتمثيل بذلك لضمان المجهول من هذه الجهة جهة الثمن صحيح، وإن كان من ضمان ما لم يجب من جهة كون الثمن لم يثبت، لأن لسه ده مجرد مناقشة، الضمان الثمن لم يثبت ففيه الجهتان. فاندفع اعتراض الشيخ القليوبي بقوله تمثيله بهذا للمجهول لا يستقيم لأنه مما لم يجب. الشيخ القليوبي اعتبر لأنه نظر إلى أنه لم يتم لسه البيع فلا يجب في حق فما ينفعش، لكن الثاني مثله باعتبار أنه يقول إلى، باعتبار ما يقول إليه، واضح؟ وهو الثمن باعتبار ما يقول إليه. يعني من جهة إن المبيع لو تم فالثمن عندي اضمنه، لو تم. الشيخ القليوبي قال لك لا، قال المبيع كده لسه ما تمش تبقى ما استقرش فده ما ينفعش يبقى مثال. قال له لا، ما هو انت هنا مش بياخد الاثنين المبيع والثمن، لا ده بيدي لك مثال لمجهول وهو الثمن بس. فهمت ازاي؟ مش بالمجموع الاثنين ده بحاجه منهم فيصح المثال. ادي الايه كلام الشيخ. قول ولا ضمان ما لم يجب أي ما لم يثبت، ما يصحش ضمان برضو ما لم يثبت. وقولك ضمان 100 تجب على زيد في المستقبل، وكضمان نفقة الزوجة المستقبلة يعني يضمن له الزوجة اللي هيتجوزها إن شاء الله نفقتها مضمونة عليه. طب ما لسه متجوز ما ينفعش لسه. ولا يصح ضمان تسليم المرهون للمرتهن قبل قبضه لأنه ضمان ما ليس بلازم، واضح؟ دي واضحة. قوله إلا استثنوا بقى، إلا درك المبيع، درك المبيع على حسب القاعدة دي المفروض ما ينفعش ضمان، لكن استثنوه. استثنوه ليه؟ من باب حسن الأخلاق ومن باب الكفالة ومن باب المواساة ومن باب المساعدة، وأن النبي فعله وقلبه بتاع ما شئت وقل على محمد. فاستثنوه من باب ايه؟ حسن الخلق والسخاء والكرم اللي هو المفروض يبقى بين المسلمين بعضهم ببعض. لكن لو على حسب القواعد يبقى غلط. ما احنا قلنا في حاجات بيجوزها الشرع عشان بالرغم ان على حسب القواعد
تبقى محرمة إلا إن الشرع يستثنيها لأنها بينبني عليها مصلحة، زي ما قلنا العراية فيها علة الربا وأجازها الشرع مثلا، والسلم ده بيع غائب وأجازه الشرع بالرغم إن بيع الغائب لا تبع ما ليس عندك والسلم ما ليس عندك، لكن الشرع أجازه لعموم الحاجة إليه. يبقى أحيانا الشارع يستثني أشياء حسب القواعد تكون محرمة فيخرجها من وسط الحرام ويبيحها تيسيرا للناس في معايشه. واضح؟ إلا درك المبيع، أي ضمان درك المبيع بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا. مستحقا ومستحقا تنفع. إلا درك بفتح الدال والراء، ويجوز إسكانها درك ودرك اللي هو إدراك جاي من إدراك، يعني إذا تم البيع وصار العقد صحيحا يبقى الثمن علي، أو إيه ده للمشتري، أو البضاعة علي ده للبائع، يعني أضمن البائع إنه يسلم البضاعة أو أضمن المشتري إنه يسلم الثمن. واضح؟ وهو على تقدير مضاف كما أشار إليه الشارح بقوله أي ضمان درك، وقول المصنف المبيع أي أو الثمن، أو أنه أراد بالمبيع المعقود عليه مبيعا كان أو ثمنا كما أشار إليه الشارح حيث صوره بصورتين، وإضافة الضمان للدرك لأدنى ملابسة، لأن المضمون في الصورة الأولى الثمن عند إدراك المستحق للمبيع، وفي الصورة الثانية المبيع عند إدراك المستحق للثمن، فظهر من هذا أن الدرك اسم مصدر بمعنى الإدراك، وفسره بعضهم بالعهدة والتبعة، فكانه يضمن له عهدة الثمن أو المبيع والتبع به، يعني التبع به المطالبة به، أي معنى التبع به أي المطالبة به، ولذلك يسمى ضمان العهدة. يقول لك إيه، أنا متعهد إن أنا أدفع لك الثمن إن عجز المشتري عن دفعه، أو متعهد للمشتري أن أعطيك المبيع إن لم يسلمك البائع المبيع، يسموه ضمان العهدة أو إيه ضمان العهدة أو ضمان الدرك. ولا يصح ضمان الدرك إلا بعد قبض المضمون اللي هو الحاجة اللي هياخدها، لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري. المشتري استلم المبيع يبقى يصح هنا الضمان الثمن لأنه وجب الثمن، كويس، أو البائع استلم الثمن يبقى هنا يضمن إنه يسلم المبيع. واضح؟ وإنما صح ضمان الدرك لأنه إن خرج المقابل مستحقا تبين وجوب رد المضمون، فاستثناؤه مما لم يجب إنما هو بالنظر للظاهر قبل التبين، وإلا فهو مما وجب في الواقع. قول مستحقا أي أو معيبا، ورد أو ناقصا نقص صفة، يعني افرض كان معيب ورده بالعيب خلاص يضمن له انه يرد بالعيب برضه، او ناقصا نقص صفه شرطت، او نقص سنجه يعني وزن، وهي الاله التي يوزن بها، يا اما الوزن اقل او الصفه غير المطلوبه. واذا صرح بضمانه عن شيء مما ذكر لم يضمنه على عن الاخر، واطلاقه ينصرف لخروجه مستحقا. وإطلاقه ينصرف لخروجه مستحقا، يعني إيه؟ يعني يبقى البيع قائم بجميع الشروط صحيحة يبقى يستحق الضمان، ما حصلش يبقى ما يدركوش خلاص. فصل في ضمان غير المال اللي يسموها إيه الكفالة، يسموه إيه كفالة البدن أو ضمان البدن، يضمن إن يحضره، يحضر الشخص بذاته إذا طلب، هناك كان يضمن الدين هنا يضمن الشخص بإحضاره، زي ساعات في بعض العقود البيع الأولية ويضمن في العقد انه اذا طالبه القاضي ليشهد في العقد البيع النهائي انه يحضر في المحكمة، ايش يبقى ليس ضمان بدن. واضح؟
فصل في ضمان غير المال من الأبدان، ويسمى كفالة الوجه أيضا وكفالة البدن كما قال. والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به أي ببدني حق لآدمي كقصاص. أصل ممكن تكون الحقوق تعلقت بالبدن نفسه، قصاص ضربني وأنا عايز أضربه زي ما ضربه، فالقاضي حكم عليه إن أنا أضربه زي ما ضربه، يوم يجي واحد يضمن لي إنه يجيبه لي لما القاضي يحكم عليه عشان إيه أخد حقي منه. واضح؟ مش قالك الجروح قصاص؟ كقصاص. وحد قذف أو قذف إنسان في عرضه وجاء القاضي حكم عليه بحد القذف، يقوم أضمن إن أنا أجيبه ينفذ القاضي عليه على بدنه حكم الايه حد القذف هو الجلد 80 جلد او سكر، واخد بالك؟ لكن السكر لا ما يضمنوش لانه ده حق الله، وحق الله مبني على المسامحه مش المشاحه. واضح؟ حق لادمي خرج حق الله، يبقى لو حق الله ما فيش ضمانه بدن خلاص. كقصاص وحد قذف وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى كحد سرقة وحد خمر وحد زنا، ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه، ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل. الكفيل اللي ضمنه ده بتبرأ ذمته امتى؟ لما يسلم إيه اللي يسلمه في المكان بلا حائل. يعني ايه؟ يعني ما ودهوش واقول له اهو بس ايه مقبوض عليه. طب ما انا هتمكن منه ازاي ده مقبوض عليه؟ ده في حائل بينه، او في غريم واخده وحبسه في زنزانه اقول له اهو في الزنزانه جوه، طب ما انا مش قادر عليه، يبقى انت ما سلمتهونيش كده، يبقى لازم بلا حائل. واضح؟ او اقول له شايف على البر الثاني من النهر اهو، عدي بقى البحر تلاقيه هناك، ما ينفعش في حائل. واضح الكلام؟ يبقى لازم يسلمه بلا حائل. بتسليم المكفول ببدني في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه، اما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل، يبقى الكفيل مسؤول ان هو يجيب. نقرا الكلمتين بتوع الشيخ البيجوري تعليقا على هذا. فصل في الكفالة بفتح الكاف وهي نوع من الضمان لكنها خاصة بالأبدان، كما يصرح به قول الشارح في ضمان غير المال من الأبدان، ويستأنس لها بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، أهو ضمانه بالبدن، إلا أن يحاط بكم إلا إن عجزتم، فإن في التزام إحضاره في الجملة وإن لم يكن عليه حق. واضح؟ قول ويسمى أي ضمان غير المال من الأبدان، وقول كفالة الوجه أي الذات، فهو من قبيل التعبير باسم البعض عن الكل، فهو يرجع لكفالة البدن. وقول أيضا أي كما يسمى ضمان غير المال من الأبدان. وقول وكفالة البدن أي وضمان الإحضار. قول والكفالة بالبدن أي أو بجزئه الشائع كثلثه أو الذي لا يعيش بدونه كرأسه، أقول له لك علي أجيب لك رأسه هنا، يعني أجيبه كله، انما اجيب لك صباعه هنا ما ينفعش، ممكن يعيش من غير صباعه، ممكن يعيش من غير ايده. واضح؟ او الذي لا يعيش بدونه كرأسه بخلاف الذي يعيش بدونه كيده ورجله. ويعلم من كلامه ان الكفالة تتعدى بالباء وتتعدى بنفسها وبعن، يقال كفله بغير تعديه، وكفل به وكفل عنه وتكفل به، كل دي تنفع لغة. قول جائزة أي حلال صحيحة، يبقى جائزة هنا يعني معناها يعني تجوز شرعا للحاجة إليها، لكن بشرط إذن المكفول بنفسه إن كان ممن يعتبر إذنه. لازم المكفول ده اللي هو هيحضر ده ببدنه لازم كمان يكون موافق إن أنا أكفله عشان يطوعني لما أقول له تعالى وديك، انما لو ما اذنش يقول له انا ما اعرفكش، تعالى يا ابني ده انا ضامن ان انا اوصلك لفلان لما يطلبك، يقول له طب انا ما اعرفكش، انت خدت اذني عشان اجي معاك؟ يبقى لازم ياذن المكفول بشرط اذن المكفول بنفسه ان كان ممن يعتبر اذنه،
ولو سفيها او بوليه، اذا افرض ان الكفالة متعلقة بصبي او بمجنون يبقى اذن وليه، ان الولي المجنون ده او الصبي يحضره ان كان صبيا او مجنونا او وارثه وان تعدد ان كان ميتا ليشهد على صورته، وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك. يعني انا كافل او كفيل ان انا احضر فلان عشان فلان ده شاهد في القضية الفلانية، فلما يجي ينظر القاضي في القضية ويطلب الشهود اقول انا كفيل ان انا اجيب لك هذا الشاهد. كويس، فهذا الشاهد جمات، اجيب احد ورثته بس بشرط يبقى الوارث ده كمان كان شاهد بالنيابة عنه معاه، لانه ايه، عجزت ان انا اجيب الميت، فجبت بداله احد وراثه لانه كان معاه ساعة ما شهد. واضح؟ وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه، فان عرفهما لم يحتاج اليها لانه لا يحتاج الى حضوره لكونه يشهد بهما. يعني الاسم والصفة، انا عارف الاسم والصفة خلاص دي تحل محل، لكن انا ما اعرفش الا الشكل، يبقى يجي بقى عشان يشهد يقول اه شفته لانه شاف واحد بيقتل واحد مثلا، لكن ما يعرفش اسمه ولا صفته، لكن يعرف شكله، لو واقف وسط ناس يعرف شكله يقول اه هو ده اللي انا شفته بيقتل. فلو عارف ما يعرفش اسمه وصفته يبقى لازم يجي يشوف شكله. طب عارف اسمه وصفته يبقى ممكن يقول الاسم والصفه وما يجيش لانها تحل محل الشهاده. ومحل ذلك قبل إدلائه لأنه لا يحتاج لكونه يشهد به، ومحل ذلك قبل إدلائه في هواء القبر وإن لم يهل عليه التراب، بل وإن لم يصل إلى أسفل القبر، وإلا فلا تصح الكفالة. الكفالة هنا بقى لا تصح طالما دفن خلاص، لأن هتكفل أجيبه من قبره، ده مات، يبقى ما قدرش نكفل واحد ميت إن أنا أجيبه بعد دفنه. واضح؟ لأن في إخراجه من القبر إزراء به، وعلم مما تقرر أن من مات ولم يأذن في كفالته ولا وارث له لا تصح كفالته. واضح؟ قول إذا كان على المكفول به أي ببدني حق لأدمي، مقتضى عدم صحة كفالة بدن من عنده عين مطلقا، لان في كفالة عين، يعني اضمن ليك ان انا اجيب لك السيارة بتاعتك اللي واخدها منك، يبقى هنا الكفالة متعلقة بالعين مش بالبدن، فما ينفعش اجيب له الراجل اللي خد السيارة وما اجيبلوش السيارة. واضح؟ لان انا متكفل بالعين مش بالبدن. عدم صحة كفالة بدن من عنده عين مطلقا، عين، يبقى العين كفالة العين ما تتعلقش بالبدن، تتعلق بالعين. وبه قيل، وقال بعضهم تصح إن كانت مضمونة، إن كانت العين دي مضمونة تصح، بل في شرح العمدة صحتها في غير المضمونة أيضا ونوزع فيه، فيها خلاف المسألة دي. قول أي ببدنه أشار بذلك إلى تقدير مضاف في قول المصنف به، قول حق لآدم مالا كان أو عقوبة، الحق ده سواء حق مالي أو حق بدني عقوبة، لكن لا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة، وإن فات التسليم للمكفول ببدنه بموت أو غيره لأنه لم يلتزمها. أنا تكفلت إن أنا أحضره عشان تاخدوا منه المال بتاعكم. طب افرض مات، يبقى أنا مش متكفل إن أنا أديكم المال، لأن أنا مش ضامن المال، أنا ضامن أحضره. واضح؟ أو كان متعلقة بعقوبة. وإن فات التسليم للمكفول ببدنه بموت أو غيره لا يطالب بمال ولا عقوبة بقى الكفيل، لأنه لم يلتزمها، فلو شرط أن يغرم المال لم تصح الكفالة لأن ذلك خلاف مقتضاه، دي متعلقة بالبدن. واضح؟ قولك قصاص وحد قذف تمثيل للعقوبة ومثلها المال كما علمت، ولا يشترط العلم بقدر المال ولا جنسه، بخلاف ضمانه في الدين لازم يعرف جنسه وقدره، لأن أنا ضمنه في الدين، هنا أنا مش ضمنه في الدين، ده أنا ضمنه في شخصه. واضح؟
ولا غيرهما لعدم لزومه للكفيل، لان الكفيل ملوش دخل، مش هيدفع حاجه، ده هيجيبه بس يحضره. واضح؟ كان زمان العمد بتوع القرى ملزمين ان يحضروا اي انسان تعلق فيه حق عند القضاء. عمدة البلد، ده العمدة يا عم، يبعت شيخ الغفر هات فلان وديه للمحكمة يجيبه على طول، يبقى ضامن، اسمها كفالة ايه بدن. واخد بالك ازاي؟ قول وخرج بحق الآدمي، حق الله تعالى، اي المحض، كما اشار اليه الشارح بقوله كحد سرقة الى اخره، فانه انما مثل بالحدود بخلاف حق الله المشوب بحق الآدمي كالزكاة والكفارة، فتصح كفالة بدن من عليه ذلك. الزكاة أصلها حق لله وحق لآدم، فيها التعلقين، والكفارات برضه، فتصح كفالة بدن من عليه ذلك. والحاصل أن الكفالة ببدن من عليه حق لآدم صحيحة مطلقا، وكذلك ببدن من عليه حق لله مالي، بخلاف من عليه عقوبة. حق مالي لله كالزكاة. واضح؟ بخلاف من عليه عقوبة لله، لأن مأمورون بسترها. أنت شفت واحد بيزني، مأمور تستره، لأنك لو قلت وما فيش أربع شهود يكملوا بيك أربعة واختلفتم، هيقام عليك أنت الحد، تبقى أنت قاذف، يبقى مطلوب تستره. واضح؟ لأن مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن، فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى، أي المحض، كما علمت. قولك حد سرقة، وهو قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، يعني سرق أول مرة تتقطع إيه؟ إيده اليمين. طب سرق تاني تتقطع رجله الشمال. سرق تالت تتقطع إيه؟ الرجل اليسرى، اليد اليسرى. طب سرق رابع الرجل اليمنى. واضح؟ هيسرق رابع إزاي؟ ببقه مثلا كده أهو. سبحان الله، سرقة بقى مود، يعني في دمه، ربنا ينجينا. وقوله وحد خمر، اصل ممكن ايه يجيبوا كده ببعضه، دول دي الاثنين اتقطعت، لكن يجيبوا كده حرامي ايه، قراري يعني ايه، يعني مصمم على السرقه. حاضر يا سيدي، ما يجراش حاجه، ان شاء الله ناذن قبل الساعه 12، ما يجراش حاجه، هو ده وقتها اصلا نصف الليل، ايه المشكله يعني؟ اخلص السطر، اقف على معنى الرحمه. كحد سرقه، وقول وحد خمر، وهو 40 للحر و20 للرقيق، ده عندنا، وان كان عند الامام سيدنا علي بن ابي طالب حد السرقه كحد القصر كما ينجلد، لكن ما خدناش بيه احنا كشافعية، ما خدناش بقول سيدنا علي، خدنا بأقوال بعض الصحابة الآخرين، احتياطا ودرءا إيه؟ مع الحد الأدنى، عشان ما نبقاش زودنا احتياطا، لأن بعض الصحابة اختلفوا قالوا 40 ولا 80، وإحنا نميل كشافعية إننا ما نظلمش، لأحسن نقع في الظلم، فكفاية علينا ال 40 ما يجراش حاجة. و20 للرقيق، قول وحد زنا، وهو 100 جلدة وتغريب عام للحر، و50 جلدة وتغريب نصف عام للرقيق، وهذا في غير المحصن، وأما فيه الرجم. نقف هنا بقى ونسمع الأذان، يلا. وبعد الأذان نكمل السطرين دول. هو بيأذن، هو أصلاً الأذان بيطول، يلا. الله أكبر، الله أكبر، يعني قول الله أكبر، الله أكبر 100 مرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله يا الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم رب ذي الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. بيقول الشيخ هنا قوله ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه، أي بأن يسلم الكفيل المكفول ببدنه، فهو من إضافة المصدر لمفعوله. بتسليم المكفول ببدنه فهو من إضافة المصدر لمفعوله، أو بأن يسلم المكفول نفسه عن جهة الكفيل، يا إما يروح بنفسه يا إما يروح بالإيه؟ بالكفيل، فهو من إضافة المصدر لفاعله. فلو حضر المكفول بنفسه وقال سلمت نفسي عن جهة الكفيل برئ، بخلاف ما لو وقف ساكتا أو سلم على المكفول له، قال له السلام عليكم واقف كده، لكن ما قالش جئت إيه لأبرئ الكفيل، قال له السلام عليكم وسكت، فإنه لا يبرأ بذلك، لا يبرأ يعني الكفيل. فإن غاب، غاب المكفول غاب لزمه، يعني لازم الكفيل إحضاره، ولو بعدت المسافة، ولو في مسافة بعيدة يروح يجيبه برضه أو يتصل بيجيبه أو أي حاجة تصرف، إن أمكن بأن عرف محله أو وأمن الطريق ولا حائل ويمهل مدة ذهابه وإيابه، بشرط طبعا أمن الطريق ويكون عارف مكانه، ويمهل كمان المدة الكافية لأنه إيه يسافر مكانه ويجيبه، افرض المسافة بعيدة يديله مهلة على قد المسافة، يديله أسبوعين يديله شهر على حسب بقى المسافة بتاخد قد إيه في السفر ذهاب وعودة، وإقامته هناك استراحة كمان 3 أيام كمان يضيف عليها الذهاب قد ايه والعودة قد ايه وثلاث ايام استراحة هناك، يديله المدة دي. فان مضت المدة ولم يحضره حبس الى تعذر، ولم يحضره حبس الى حبس الى تعذر حضوره او وفاء الدين. لو مضت المدة وما جابوش نحبسه بقى،
نحبسه رهينة عشان التاني يجي بقى، نحدد اقامته، يعني مش شرط اننا نحبسه في الزنزانة، لكن ممكن القاضي يحدد اقامته، يمنعه من السفر، يعمل له حظر سفر، ويدوا خبر في جميع المواني البرية والبحرية ومش عارف ايه كله ان فلان الفلاني ده ما يعديش، اللي هو الكفيل لحد ما يحضر لنا اللي واخد مليار جنيه ده ومشي وهو كان على ضمانه. واضح؟ او وفاء الدين، فان وفى ثم حضر المكفول فالمتجه انه لو الاسترداد ممن اخذه منه لا من المكفول. خلاص؟ قوله في مكان التسليم، يعني يحضره فين؟ في مكان التسليم، ويتعين محل الكفالة إن صلح للتسليم، وإلا فلا بد من تعيين محله كالسلم. ويشترط السلم برضو اللي هو إيه؟ إنك أنت بتشتري بضاعة موصوفة في الذمة، بتحدد إن يسلمها لك في المكان الفلاني، يبقى هنا برضو بتحدد إنه إيه يحضره لك في المكان الفلاني. ويشترط موافقة المكفول على المكان على المعتمد عشان يطوعه، فإن سلمه في غير مكان التسليم لم يلزم المكفول له القبول إن كان له غرض في الامتناع، وإلا لزمه. افرض إنه هو هيسلمه في غير مكان التسليم، كويس، لأن مكان التسليم ده حصل فيه مثلا أي حاجة، بقت في عداوة بينه وبين المكفول، فلو جه الناس هتلم عليه تضربه تموته تقتله، او المكان ده حصل فيه زلزال او حصل فيه حريقة او حصل فيه خراب، يبقى في الحالة دي يجيبه في مكان اخر. طب التاني امتنع، واخد بالك ازاي؟ لازمه، فان امتنع يرفعه للحاكم بقى عشان يجبره، يوم الحاكم هو اللي يجبره بقى، يجيبه يقبض عليه ويجيبه ليقبل عنه. فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمها وبرئ، فإن امتنع رفعه إلى الحاكم ليقبل عنه. فإن فقد أشهد شاهدين، يعني فقد الحاكم أنه سلمه وبرئ. قول بلا حائل يمنع المكفول له عنه اما بقوة او غيرها كحاكم ومتغلب، دي مثال يعني الايه للحائل يعني. اما مع وجود الحائل اي الذي يمنع المكفول له عنه، وقوله فلا يبرأ الكفيل اي لانه كأنه لم يسلمه. وكده نبقى احنا واقفين على احكام الشركة، وفضل لنا في الجزء المجلد الاول الشركة والوكالة بس، ويبقى خلصنا المجلد الاول من كتاب شرح حاشية الشيخ البيجوري. إن شاء الله يوم الاثنين القادم نبدأ فصل في الشركة بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ما قسمته لنا مما تحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما لم تقسمه لنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان مع كمال الإيمان والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، وتقبل ذلك منا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير عملنا خواتيمها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.